يا ربي خذتني عيني وهزني النوم يا نوري، مش قلت لك قومني قبل العصر؟ هاو انت تركدي وعينك مبركين، كي بغيتي نعرف انايا؟ ايا خفر اقولي شنشيلك باش طيبي لي متوم. لا مش المتوم، شقان فطر طايب. مولاي طلب مني باش نطيب البريوش، الضيف اللي جاي يحب على البريوش، ما كانش فطر روحي في الحبس. شو انا راسلك انا وتدي تدخلي للحبس؟ هذا راه مهبول، هذا راه مالك مكلا بروش لا والو، والضيف اللي جاي انا ندبر راسي معاه. كيفك؟ لاباس؟ الحمد لله. خموش عليك. الله يسلمك. دروك دير له بروش. مرحبا بك عبد الله بن مني. كيفك يا نوريه؟ لاباس؟ شرفت القصر الكل. الله يسلمك، شرف لي نكون في الكوزينه تاعك، كوزينه القصر. عايشك. تعرفيه؟ وشكون ما يعرفوش؟ احسن حارس في الفريق الوطني نتاع كره اليد، وقريب يولي مدرب. سبحان الله، تبارك الله تبارك الله. على بالك بلي غير نقطعوا فيك في الخير. هيا في الخير معليش. هيا نول جاريه للمرشي جيب لي فارينه وشوكولاته. ايه صح. هيا سي عبد الله نفوتو. روح روح، ربما يحقروني لو تنود بزاولة، ما تحسوش كاع كيفاه. دوك نولوا نوريه. باهي، مرحبا بكم في كوجين تاع عاشور. كيما سمعتوا باش نعملوا البريوش، ما تمشيو لحتى بلاصه اخرى، اقعدوا تبعونا وانا راجعين. مرحبا بك عبد الله بن مني مره اخرى، وشرفتني في الكوجينه. مرحبا بيا عندك ويعطيك الصحه. شرف لي اني نكون في كوزينه السلطان. حاجه شابه يعني، سيرتو بالديكور هذا. عجبتك؟ حاجه شابه روعه. وان شاء الله زاد الماكله تعجبك. نظن واش راح طيب لنا اليوم؟ صح، باش نعمل لك بريوش. بريوش للسحور؟ للسحور. قهوه حليب بالبريوش؟ اي السحور هذاك هو. هذاك هو تاعي. بالحق. صح. ريت كيفاش نعرف هكيك نفهم الحكايه ونطيب الحاجه اللي يعجبها الضيف نتاعي. يعطيك الصحه. على هذيك باش نطيبوا انا وياك مع بعض. انا معاك نعاونك. وانتم زاده اقعدوا معنا في كوجين تاع عاشور، كيما سمعتوا باش نطيبوا البريوش وباش نحكيوا انا والضيف نتاعي. ما تزابيوش وما تمشيو لحتى بلاصه. مرحبا بك مره اخرى عبد الله بن مني، شرفتني في الكوجينه. يعطيك الصحه نوريه. ضربنا دورة في السوق أنا ونوري. صح الله، عندكم سوق ما شاء الله، خيرات، ريحة رمضان، ناس طيبين. برك ما فهمت أنا نوري عليها مقلق. هكيكا ديما مقلق النوري. فهمت؟ يحب يرقد. على بيها يغلبوا رمضان، بصح عنده حاجة، كل حاجة كل حاجة يبغي يشريها لازم ينقص في السومة. البيض يقول البيض نقص لي في السومة. باش بعد يخلي الصرف عنده. هذيك هي الحكايه. هذيك هي. يا سيدي مرحبا، وباش نعملوا البريوش انا وياك مع بعضنا. يلا. اللي هو ساهل ماهل. باهي، اول حاجه باش نعملوا خنصبوا الحليب اللي هو دافي مش بارد. وهنا عندنا الزبده ذوبتها خلطوها على الحليب. ومن بعد باش نحطوا خميره، وباش نحط السكر. سكر هذا؟ سكر باش العجينه تجي باهيه. وباش نخلطهم. حاجه سهله. سهل من هكا ما فماش، باش تولي تعمل بريوش وحدك. ندير وحدي في الدار. عبد الله انت كيفاش بديت الرياضه؟ كيفاش تغرمت بها؟ الرياضه بديتها في الحي في المدرسه يعني. كان سيرتو كرة اليد، كل الناس كانت تعمل كرة اليد وين كنت ساكن. بصح أنا قبل ما ندير كرة اليد درت شوية في الرياضات، درت سباحة، درت تنس، ومن بعد قعدت في كرة اليد وتغرمت بها. من عمر صغير بديت؟ من عمر صغير، كان في عمري يا ربي بالك 6 سنين كي بديت الرياضة. أي كرة اليد بديتها في عمري 9 سنين، 9 سنين 10. أما في عمر 6 سنين، معناها أنت تنجم تكون أنت تحب الرياضة. اما الام والبو هما اللي زاد عاونوا. لا، لما هما في عمر 6 سنين هذيك الاب تاعي هو اللي دخلني ندير الرياضه. ما كنتش نعرف، كنت صغير نعرف برك نجري نجري نجري. درت سباحه، درت تنس، هو كان حابني نكون يعني سباح، يقولوا سباح ماهر. ايه هذاك هو الحلم تاعه، كان حابني نكون سباح. من بعد درت تنس، وكره اليد هذه كانت يعني الامنيه تاعي، لانه في الحي كل الناس كانت تعمل كره اليد. دخلت درت كرة يد، ديتها في المدرسة. بعد مع أبناء الحي يعني، كان فيه نادي في الحي اللي هو لوستو في وهران. وهو تم وهراني. نعم.
تم اللي بديت كرة اليد. أيوة يعني أنت كي مشيت للرياضات الكل، الاختيار من بعد كان كرة اليد، حبيتها خاطر الصغار أصحابك الكل يلعبوا في كرة اليد، وإلا ريت فيها حاجة هكا عجبتك؟ لا أنا بالصح ما كنتش نعرف، ما كنتش نعرفها كرة اليد. لكن كي تشوف يعني أصحابك الكل يعني الرياضة جماعية، قبل كنت ندير رياضة فردية كنت يعني وحدي، بعد الرياضة جماعية كل أصحابي في يعني بلاصت ما تخرج، انا هذوك الوالدين واش كانوا حابين، بلاصت ما تخرج انك تلعب لبرا وما على بالهمش وين راك، راك في النادي وراك تلعب وراك تجري وراك وهي احسن طريقه. والله احسن صح. طريقه خنقول لك باش نبدا نعجن ونكمل حديثي لهنا فرينا حطيت فيها شويه ملح، اي باش نحطها هكا وباش نبداو خاطر نعجنوا. اسم البريوش ويجي فيه الملح، الملح باش ما يجيش مطعم مسوس، كي تبدا بلاش ملح تجي مطعمها تقول مش بنينه مسوسه، وهي في نقصة طريف ملح، هذيك هي الحكاية. قلت الرياضة الجماعية هي معناها تفضلها، دونك وليت تلعب كرة اليد على خاطر الرياضة الجماعية فيها مجموعة تعلمك كيفاش تعيش مع الأصحاب مع الناس. ترى لي الوالدين توا يلزم يعاونوا صغارهم إذا كان يكون هكا منطوي وحده ما عندوش معناها هكا اندماج بسهولة في وسط الصغار، طريقة من الطرق أنه يحطوا صغارهم في رياضة جماعية؟ شوفي اختي نوريه، عباك الرياضه ما راهيش غير في الصحه، في الجسد، من في العقل. صحيح. تعاون بزاف سورتو الصغار، تعاونهم بزاف اندماج في المجتمع، تكري لهم هذيك، تخلق لهم روح الجماعه، يعرف كيفاش يهدر مع اصحابه يلعب معاهم. تربي الرياضه، تربي يعني قبل ما تربي البدن يتربي العقل ثاني. نظن يعني الاولياء درك يعني بزاف راهم يحوسوا، انا نشوف بلي بزاف راهم يحوسوا اولادهم يديروا الرياضه. انا واحد من الناس شغل بزاف عندي ناس يعيطوا لي ولا يقول لي انا ولدي ماذا به يدير كره يد، ماذا به لو كان تعرف كاش واحد هكا وين يقدر يدير الرياضه، تعاونوا. كاين تعاون بزاف الرياضه، تعاون صغير. تعاون الصغير وزاد يولي يعرف يعيش مع المجموعه. ايوه خاطر تعرف الانسان كي يكبر هكا وحده ما يعرفش يعيش في وسط العباد، يتعب ويتعب صح. الناس معاه. واعره واعره. ومن بعد ماشي الدنيا هي دايره هكا، راك في المدرسه راك من بعد تطلع، من بعد لازم تكون في العمل، ومن بعد لازم تخدم، ولازم يعني حياتك قاعد تعيشها داخل مجموعه. الفرد من ديور باش يعيش في مجموعه، ماشي باش يكون وحده. صحيح باش يعيش مع الناس ما يعيشش وحده. باهي عبد الله، انت توا الحارس نتاع الفريق القومي لكره اليد. أنا. عندك قداش عندك انت حارس نتاع الفريق؟ عندي 9 سنين من 2012 وانا مع الفريق الوطني اكابر لكره اليد. تبارك الله. وقبلها وين ما لعبت؟ مقبلها لعبت مع الفريق الوطني الاواسط، لكن مع النادي تاعي يعني كنت في وهران كما حكيت لك، درت يعني حتى الاواسط كنت في وهران، ومن بعد جيت العاصمه وين بديت نلعب مع مولوديه الجزائر. ودرك يعني نفس النادي لكن تبدل برك الاسم، المجمع الرياضي للنفطيين. قعدت مع نفس النادي وفي نفس الوقت مع المنتخب الوطني. اي باهي، العجينه نتاعنا تلمت مليح. توا باش نحضروا ونقصوها باش تولي من بعد البريوش. هذه نشوف فيها ياكلها النوري وحدها تكفينا زعما؟ تكفي، تتشوفها كيفاش كي تخمر تولي هايله هايله. عندي انا هنا السكينه نتاعي، نعملها هكا قصيتها باش تسهل لي. شوف باش نعملو، باش نحضرهم ومن بعد باش نستعمل شوكولاته تارتيني زيريه. ها هي اللي باش نعمل بها البريوش. صح، باش تولي عقده بريوش وعليه الكلام هكاك سخون. ها هكاك سخون تولي هذيك الشيكولا هذيك تسيح وحدها. ايوا مع القهوه هيله هيله. كاس العالم في مصر كي مشيتوا الفريق الوطني عملتوا حاله وفرحتوا الناس الكل. لا الحمد لله، كي تشوف الناس فرحت يعني خاصه في المباراه الاولى مع المنتخب المغربي، وين كانت مباراه صعيبه لنا لانه البطوله هذه جات في ظروف خاصه، الكورونا، ما كاش تدريبات، ما كاش مباريات، ما كاش طيارات. كانت صعبه صعبه خاصه لينا احنا في الجزائر، لانه الجزائر يعني كانت مغلوقه على جال الكورونا، ما كاش المباريات، ما حضرناش كما يلزم الحال. كنا قادرين نديروا ما خير، لكن الحمد لله يعني كي تشوف الشعب تاعك فرحان بيك خاصه بعد المباراه الاولى مع المغرب،
حاجه اللي ترد الروح. انا كي شفت بعد المباراه مع المغرب شفت الناس كيفاش يعني كانت فرحانه بينا ويبعثوا لنا في الرسائل ويبعثوا لنا في الفيديو يعني حاجه تفرح خاصه انه في هذيك يعني البيريود هذيك يعني كانت الرياضه ناقصه حابسه لانه على جال الكورونا كان كلش حابس. الحمد لله مو فرحنا شويه الشعب لانه خاصه في هذيك المباراه وين كانت كما قالوا ريمونتادا عجبت الشعب. انا نظن لكن كي تقول لي مش محضرين وما حضرنيش بالقديه وتربحوا وتروحوا به لا صح صح احنا كنا يعني كان ماذا بينا نعملوا ما خير لانه دائما يعني احنا كي تكون يعني من المنتخب الوطني مش كيما النادي كي تكون مع المنتخب الوطني حاجه الاولى اللي تفكر فيها انك تفرح الشعب لانه حتى اي رياضه يكون رياضي يمثل في المنتخب الوطني يمثل في الجزائر يعني الحلم تاعو انه يشوف الشعب تاعو فرحان به المناصرين فرحانين به الحمد لله صحيح يعني. توا باش نعملوا الشوكولاته كما قلنا تختيني تزيريه باش نحضروا هكا البريوش نتاعنا باش نحط الشوكولاته ونحط بالقدينا ما نحطش شويه تاعي ديري فيها بزاف نعبيها على الاخر ونسكروا هكا هكا باين يخرج بنين هذا اي مي شنو تخرج بنين يخرج بنين على الاخر شوش باش نعملوا نحطوها ومن بعد نكملوا الكل هكيكا بالشوكولاته ونتولي هكا كي النواره عرفت والداخل شكولا والداخل شكولا وبعد تبدا سخونه الشوكولاته ذايبه ومعها القهوه. قل لي كره اليد باقي مازال تلاقي صعوبات يعني مقارنه بالرياضات الاخرين كما كره القدم كما الالعاب الاخرى باقي مازال فما صعوبات صح دوك كي تشوف كرة القدم وتسي يعني تقارنها مع الرياضات الأخرى تقول يعني حق الرياضات الأخرى مهضوم لكن ما نقدروش نقارنوا كرة القدم مع الرياضات الأخرى. الرياضات الفردية والرياضات الجماعية مدوا بزاف للجزائر اسما لازم نعطوا لهم حقهم هما تاني لأنه لو كان نعطوهم شوية من ما نقولوش يعني كما قلت لك ما نقارنش مع كرة القدم لكن لو كان يعني نحوا لهم شوية برك ونمدوها للرياضات الأخرى الاهتمام نهضر عنها يعني كلش ماشي مسألة أموال فقط هو اهتمام. نظن باللي يمدوا كثير للرياضة الجزائرية إن شاء الله صحيح صحيح صح شنو هذا البريوش هذا شهاني شفت عاودي حفظيني برك لاروسات سهلة ياسر كما قلت لك باش نحطوا في الصحفة الكبيرة حليب دافي ونحطوا الحليب فيه عظمة كاملة ونحطوا الزبدة ذايبة الخميرة السكر خلطوهم وبعد الفارينة فيها شوية ملح باش تبدا مش مسوسة نحطوها ونعجنوا ونلموا العجينة نتاعنا كيما ريت نعمروها شيكولا ونعمروها صحيت شيكولا الشوكولاتة تختيني هذيا تزيرية وحطيناهم اما نحطوا شفت كيفاش حطيتهم نحط البريوش بعيدة على بعض وخاطر من بعد وقت اللي تيبش تحل وتلقى البلاصة تاعها درتي لنا نجمة باش تولي هكا نوارة نوارة صح تنورنا تنور للسحور نتاعنا باهي عبد الله الصعوبات بصفة عامة في الرياضة اللي تعرض لها الرياضة بصفة عامة شنو هي؟ الرياضة بصفة عامة قلت لك من ذاك يعني يكون نقص اهتمام خاصة في الفئات يعني الصغرى المشكل راهو التم يعني وين تشوف الصح هو يعني لا فورماسيون تاع الدراري صغار تاع المنشآت الرياضية لازم تكون يعني لازم تكون اونر لازم تكون جديدة لازم تكون يعني دائما حاضرة دائما مقية دائما واجدة. احنا هاد المشاكل اللي عدوا يعني مشاكل من داك يكونوا صغار كي تشوف فيهم هكا لكن يأثروا على الرياضة هادو هما الصعوبات اللي تصطدم بهم في اليوميات تاعك. انا درك راني في المدرسة العليا للرياضة ان شاء الله يا ربي يوفقني ونكون بالك مدرب في المستقبل دابيا ان شاء الله يعني يكون عندي ولو تأثير صغير برك ونقدر بالك نعاون الاطفال في يعني في لا فورماسيون تاعهم في القاعة الثاني ماذا بينا ان شاء الله يعني القاعات تاعنا تكون يعني في المستوى الملاعب تاعنا في المستوى تكون كاينه يعني فورماسيون تاع الصح يعني تاع الاجيال الصغرى يعني هما الصح هما المستقبل لانه درك كي تولي كبير خلاص يعني ما عندكش واش تخدم يلزم الصغر هاي كيما العجينه كي تكون صغيره تكون جديده تعجنها تخدمها تولي فوق اي سيدي خلينا منك انت لاعب كره اليد وخلينا من حكايتك الرياضيه خلينا توا في حياتك الشخصيه حياتي الشخصيه انت متزوج لا ماكش متزوج قريب تتزوج
هي درت لاضات هي جات الكورونا درت لاضات صح مازالني نحوس على العروس كيفاش هذه جديده ما سمعتهاش جديده ها نقصر بك لا ما كانش مازال ان شاء الله بربي دعونا معاك ما كنتش رياضيه بربي. كيفك مش عارف ما عندي الزهر بالك لا ما عادش تقولها كيك ديما نقول عندي الزهر الزهر يتغشش ما يبغيش ها صح كي تقول عليها كيكا يولي يمشي كي تقول زهري محليه يجيك يجري على مكتوب مكتوب ربي ان شاء الله اللي جابها لنا ربي هذيك هي ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يمكن زاد حياتك نتاع الخدمه خليتك ليه على حياتك الشخصيه صح ماشي صعيبه يعني ولكن عندي يعني بزاف عندي صحابي مزوجين وعايشين لاباس عليهم قلت لك بالك انا مكتوب مازال ان شاء الله ان شاء الله المكتوب قريب قريب ان شاء الله بربي. يظهر لي بعد الكوجينه باش يجي المكتوب ولا لا تجيني هنا وتقول لي بربي نجيك اي تقول لي سيارة والمكتوب جاي نجيك وانت تديري لي المقروط والبريوش البريوش نعمل لك عرسه هنا في العاشوريه والدنيا وين نلقاها في القصر في القصر نعمل لك العرس من عينينا ان شاء الله بربي. يا سيدي مرحبا بي ربي يحفظك عبد الله في شهر سيدي رمضان كيفاش تعدي نهارك طول النهار عادي تاع هي مش عادي لانه كاين بزاف ناس يقول لك تمارس الرياضه في رمضان نمارسها الرياضه في رمضان ونلعبوا حتى مباريات في رمضان نلعبوا في السهره تاع رمضان ندرب قبل الفطور ومن ذاك نكونوا في تجمعات مع المنتخب ندربوا قبل الفطور وبعد الفطور وهي صعيبه سورتو هي الوعره انت تقولي لي الوعره بالك قبل الفطور انا نقول لك تعم بعد الفطور هي الوعره ما تقدرش تاكل بل وما لازمش تاكل لانه يعني كنت تاكل بزاف ما تقدرش تتقلق. تقدرش تدرب انت تو حكيت لي باقي تدرب تلعب مباراة يجي نهارك نهارك انت الانسان تخرج الصباح تمشي المرشي تقضي تقوم بكري والا لا كيفاش تعدي النهار؟ المرشي نروح ما نروحش بزاف لانه صح كي نكون مع دار مع عائلتي هما يديروا كل شيء يعني صح ما نكذبش لكن انا يعني خاصه اني بعيد عليهم هما في وهران وانا في الجزائر سما خديت هذيك لا روتين هذيك اني نخرج نروح للنقدي قبل الفطور انا اللي نحبها هذيك يعني نظل كيما قاعد تزيريه قبل 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 الفطور تروح تدور شويه في المرشي بالك تشم ريحه رمضان تتشهى شويه كي تمشي الزيتون الزيتون تشوف الزيتون وتعاود البريوش نتاعنا حضر باش ندهنوه بفص العظمه باش من بعد يخرجك اللون المذهب هذيك المزيان والشيكولا كما قلت انت ذايبه مع القهوه سحور بارك الله باش نقولوا عليه سحور عاشوري يدوم علينا النعمه نقولوا اقعدوا معنا باش تشوفوا البريوش كيفاش باش يكون هذا هو البريوش ان شاء الله يعجبك يا عبد الله عاشوري عجبني او يشهي والشيكولا هذه اللي راهي سايحه هنا الله يعطيك الصحه وصحه يدك صحه وبالشفاء ربي يحفظك مولاي كان يحطني في الحبس بعيد الشر عليك سوري هذا لو دنو مولاي داكل بالحاله باجي برا سربيه في بلاصتي طب طب سربي له انت وكي نعطيك الصرف الرشوه حرام في رمضان عليكم تشوفوا فيها خير برك هاني فهمتكم جميل ما ننساه الجملة في خاطرك انت يا يعطيك صحة على هذه القاعدة في الكوزينة وعلى البريوش هذا يا سيدي مرحبا في كل وقت صحة فطورك عايشك استنى نروح معك ونسي جامي يا روح برك أروح غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت كوزينة عاشور إذا مولاي ما حطنيش في الحبس شي هي طيبة وصحة فطوركم البريوش 375 غرام فارينة 180 غرام حليب دافي 30 غرام سكر ملحي 40 غرام زبدة ذايبة وباردة 10 غرامات خميرة تاع خبز مغرفة قهوة ملح كعبة عظم للحشو شوكولا تغطينات زيرية أصفر عظمة باش ندهنوا بيه البريوش يعطيك الصحة يا دجي شنو نقول لك؟ ضربك غادي نخبطها برقدام مرقو والقول ليه يا حبي الاربيتر ما يحبش فرتيها ولا نعاونك؟ بعد ما طارت الطيور جات الهمة الدور